Aubameyang. السلام عليكم جميعا. احب اشكر كل الناس اللي حضرت، احب كل اشكر كل الناس اللي شرفتني النهارده. اتمنى بس الناس كلها تقعد، يا ريت نسمعوا بس الحبه اللي جايين دول، عشان فعليا العرض ده مش بس الناس اللي قدامكم، في ناس ورا لازم كلنا لازم نشكرهم. كان معانا على التنفيذ والتصميم الموسيقي مؤمن خليل، وعلى تنفيذ الإضاءة وتصميمها إبراهيم حسن، الكوريوغراف المبدع أبويا المسرحي شريف عباس، ميك اب ناس الصحيحة، في حد حصلت غلطة بس بسيطة جدا في البامفليت واسمه ما اتكتبش، والموضوع ده فعليا زعله جدا. كريم أكتر اتنين تعبوا معانا فعليا خلال البروفات، ونزول بدري ونزول أيام أجازتهم، ودفعوا فلوس من جيبهم، ويعني كنا ماشيين في الشوارع مع بعض. دولة الجزار، محمد إسماعيل، ودول كانوا مشرفين ورشة الدراما، ومشرف ورشة الموسيقى كانت منى. اتمنى ما اكونش نسيت حد غير فريق الاخراج بتاعي. كان معايا مخرج مساعد اللي اتعبوا معايا في كل حته، مصطفى كرم. مخرج منفذ محمود عبد الباري. ورشه الديكور والقائمين عليها ايمان وحيد وهدير. الناس اللي كانت شغاله في ورشه الديكور، الناس الجميله المتطوعه اللي عملت كل ده فعليا، من ناس ما عندهاش اي خبره عن المسرح، بس ناس بتحب تخدم بده. احب بس ناس كانت معايا على اداره الخشبه، وناس كانت معايا من الصبح وساعدتني جدا، احمد الروبي واحمد مدحت. وعلى المايكات والصوت والكلام ده كله بيبو ابانوب. وكان معانا ورا مينا وانتون. اتمنى ان كل الناس الموجوده تحضر تكريم الممثلين، عشان ده بيفرق معانا فعليا كل سنه الناس بتمشي. شكرا لكم جدا، اتمنى تكونوا استمتعتوا.